مختفية، ما عندناش ظروف، كينا شي هدرة كتقول كازا، كازا مشات لكازا، أنا مشات لكازا، واحد البنت أخرى ماشي هي بوحدها، مي ما عندنا شي تأخير، شي حد عيط لنا من واحد الدولة مزية تخدم فيها، قال كشافها، هي وشافت مخيلة التصويرة اللي كنوصل شي موقع إلكتروني، شفت في بوهيما، قال كشافها، هي وصاحبتها، مي ما عندناش تأخير فين من بعد فين مشاو. ما عيطوا البوليس؟ 13 عام عيطوا البوليس؟ درنا من الاجراءات البوليس، عيطنا البوليس، درنا الاجراء، كاينه مذكره بحث على الصعيد الوطني في الموضوع، كما قلت لك هي سميتها عليا بن مجاهد، عندها 13 عام، وتقريبا البارح مع الوحده في النهار، وحده لوحده ونفرجوا من تحت الدار على اساس غادي يمشيو لكبار صديقه مختفية حتى هي بحالها، هي والصديقة ديالها مختفية، ما لحد الآن مازال ما لقينا حتى شي اللي أثر هذا الموضوع ديال كازا ما كازا، لأنه شي حد يعني عرفش الموقع وقال لنا عيط ما درنا أنا خدام في المحطة ديال ولاد زياد وشد الفرح واحد جوج وحدة منهم كانت شبالها هذيك الصغيرة ولكن من بعد ما الصغيرة كاع مشاو معاهم وشكرا لك.